من رجال بقى سله الاهلي هنروح لفريق السيدات. الاهلي طبعا يعني قدر فيه مباراه قويه جدا امبارح الحقيقه ان هو يهزم الصيد وبيضع قدم في نصف نهائي دوري مرتبط سيدات السله. الحقيقه ان ده يعني كان امبارح كان زي ما انا بقول كان ماتش مهم جدا وقوي جدا على ارض الملعب، ويمكن كابتن طارق خيري اتكلم فيه عدد كبير جدا من الامور الفنيه بعد انتهاء هذه المباراه. طبعا يعني يمكن كابتن طارق خيري ويمكن الفريق الاول لسيدات سلة الأهلي فاز على نظيره الصيد واللي بيدربه كابتن أحمد إبراهيم وأيضا هو ابن النادي الأهلي السابق. كان الماتش انتهى بنتيجة 84-62 في ماتش الذهاب من دور الثمانية ببطولة الدوري المرتبط للموسم الحالي 2023-2024. الماتش امبارح اتلعب على صالة الشهداء، الصالة الصغيرة طبعا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، ويعني يمكن زي ما حضرتكم تابعتوا قناة الأهلي ذاعت هذا الماتش على الهواء مباشرة أيضا هو والماتش اللي قبله طبعا لفريق المرتبط. وفريقنا كان سيطر على كل فترات الماتش، وحاول كابتن طارق خيري أنه هو يعني يعمل روتيشن لأكبر عدد من اللاعبات علشان يدخلوا في أجواء الماتشات، وده طبعا استعدادا للماتشات اللي جاية واللي هتكون صعبة جدا، وده يعني يمكن اللي اتكلم عنه كابتن طارق خيري أيضا. ويمكن كان قبل ماتش الصيد ده على طول كان فوز فريق المرتبط واللي بيدربه كابتن ماجد سلامة على الصيد برضو يعني زي ما انا ذكرت بنتيجه 75-41. خليني اقول لحضراتكم ان بالنتيجه دي احنا قربنا جدا يعني على بعد خطوات قليله جدا من الصعود للسيمي فاينل او قبل النهائي، لاننا محتاجين ان احنا نفوز بماتش واحد سواء بقى المرتبط او السيدات في العوده. ماتش العودة إن شاء الله هيكون بكرة على صالة نادي الصيد بالدقي، وإن شاء الله بنتمنى لفريقنا كل التوفيق. الحقيقة سيدات سلة الأهلي من الفرق يعني اللي ماشية بخطى ثابتة جدا سواء الموسم الماضي وكمان الموسم ده، الحقيقة هو موسم خلينا نعتبر ان هو اصعب من الموسم الماضي، ولكن دايما سيدات سلة الاهلي معودنا على الانتصارات في كافة البطولات. يعني كاميرا الابطال كانت موجودة في الماتش ده امبارح وصورنا لكم التقرير ده طبعا مع كابتن طارق خيري ومع عدد من اللاعبات. خلينا نطلع نشوف التقرير ونرجع لكم مرة تانية. دور الثمانية زي اكنه ماتش كاس، هو بيفايت لاخر لحظة، واحنا انا عايز العب بال 12 طبعا، يعني مش عايز اقول كله شبه بعض في المستوى، بتحاول يتوصل لي الناس قريبة. الثالث والرابع شوية قفشت في ان انا العب بست سبع لعيبة غير الشوط الاول والثاني، انما مجمل جيم كويس. احنا عندنا النهارده مشاكل في الديفنس كتير في الروتيشن وفي الوان ان وان، يعني احنا اللي احنا مرنين عليه في جزء منه النهارده ما كانش كويس. رغم كده انت السكور الحمد لله مش قليل، ان هم 22 بونت، انما جيم كويس. لا هي السنه دي اصعب كتير من السنه اللي فاتت لاكثر من سبب، منها المنتخب فتره طويله قوي الناس بتلعب بطوله عربيه وبطوله افريقيه وثلاثه على ثلاثه بطوله افريقيا وكاس عالم ثلاثه على عذاب، يعني ما اتمرنوش معانا، ده برضو جزء يفرق في التيم او في الانسجام بين اللعيبه، وخصوصا ان انا عندي تماره جديده وعندي محترفه جديده، فعندي دايما في ازمه في الموضوع دوت مع الاجهاد. انما احنا دايما بنحط بلان طويل، انا ماليش دعوه انا بلعب بال 12، لما حتى اللعيب يقول انا مجد من ايه، انا بعمل روتيشن على الناس كلها، فانا بعمل لك ابديت دايما ان انت تبقى فايق. انما هي المرحله اللي جايه صعبه لانها بدري كمان ورا بعض، يعني كان السنه اللي فاتت اتلعب والدوري وقف عيد كبير والكلام دوت، انما كان عيد صغير، انما احنا ورا بعض، يعني احنا في خلال اسبوعين فاينل دوري المرتبط، احنا هنلعب النهارده والاثنين وبعدين الاسبوع اللي بعده سيمي فاينل ودايركت وراه على طول يوم 11/11 الفاينل، فاحنا ما فيش توقف، يعني لا قدر الله اي فرقه بقى مش الاهلي لو في اصابه يعني الفرقه بتخسر كتير. احنا دايما حاطين، انت عارف النادي الاهلي بيحط بلان على كل البطولات وعايزه تكسبي كل حاجه، ما عندناش حاجه اسمها مركز تاني، فانت دايما عايزه اللعيب مش واحد اتنين اللي مجهدين قوي عشان تيجي ساعه الجد تلاقي على الاقل 7 8 9
فايقين مش مجهدين في فورمتهم الطبيعيه. الحمد لله طبعا على الفوز، احنا واخدينها يعني تدريجيا، يعني مركزين قوي في ماتش كان النهارده ماتش الصيد، فرقه كويسه جدا مع مدرب محترم، فريق بيلعب لغايه اخر دقيقه زي ما انتم كنتوا شايفين. يعني ممكن اقول ان احنا كان تركيزنا اكتر اللي احنا بنحاول ننفذ شغلنا في الاوفنس وفي الديفنس، وده اللي كان مخلي ان الجيم بيروح وبيرجع شويه، بس الحمد لله طبعا يعني على الاداء. طبعا الصيد فريق محترم ويعني بيلعبوا لغايه الاخر. احنا النهارده يعني ممكن كان في سنه اجهاد شويه، بس الحمد لله قدرنا يعني ان احنا نحافظ على السكور في الاخر خالص، واللي هو ركزنا لغايه اخر وقت ولعبنا جامد ومع بعض وكده، والحمد لله قدرنا ان احنا نكسب بشكل يعني نوعا ما كويس الحمد لله. اكيد طبعا كان ماتش صعب، فريق نادي الصيد فريق محترم طبعا. كنا جايين عاملين حسابنا ان الماتش ده بدايه الجد، خلاص ده كوارتر فاينل ان شاء الله، يعني فاضل لنا ان شاء الله ماتش كمان صغيرين وكبار ونلعب سيمي فاينل، فخلاص ده بدايه الجد. عاملين حساب الماتش كويس جدا. كان في فترات كان بيبقى زي الماتش، كل ما بنفرق بيرجع تاني، كل ما بنفرق بيرجع، بس كابتن طارق بتعليماته لينا كان ان احنا لازم نكسب، وده بدايه جد، وقدرنا الحمد لله ان احنا كل حتى ما يقربوا الحمد لله ما قدروش يكسروا حاجز ال 10 بوينتس، والحمد لله قدرنا ان احنا نرجع تاني، والماتش خلص 22 بوينتس، سكور كويس طبعا.